مرحبا أصدقائي، سأشارككم طريقة حصرية ومضمونة لربح بطاقات جوجل بلاي بدون فعل أي شيء. ولم تكن مشترك بالقناة من قبل، فندعوك الاشتراك بالقناة مع تفعيل الجرس ودعمنا بمجرد لايك. أتمنى يسعد الفيديو لأزيد من 1000 لايك لأنه يستحق ذلك. ولنترككم مع الفصل التالي. قبل ما نشرح أصدقائي، كما تشاهدون هنالك بطاقات جوجل بلاي بقيمة 10 دولار و25 دولار ستربحها فقط عن طريق فتح قفل الشاشة وبدون فعل أي شيء. نمر إلى الشرح. إذا بشرنا أصدقائي، نقوم بتنصيب 3 تطبيقات، طبعا جميع الرابط تجدون أسفل هذا الفيديو. بعد تنصيبها نفتح تطبيق تندر في بي إن، وعلى اليمين ننقر على لوجو الإنرجي، ثم ننزل إلى أسفل ونختار سيرفر أمريكي، ننقر على يو إس ويست أو سيتاز يوني. طبعا سيقوم بعمل كونكتي. بعد عمل كونكتي نقوم بالخروج من تطبيق في بي إن والتوجه لتطبيق اسمور. تطبيق اسمور يمكنكم ربح بطاقة جوجل بلاي عن طريق فتح قفل الشاشة وبدون فعل أي شيء. نقوم بالنقر على تطبيق اسمور الذي أمامكم، ثم ننقر على كرييت إن أكاونت، نقوم بإنشاء حسابنا، ننقر على نيكست ثم أكنولدج، ثم هنا نقوم باتباع التعليمات التي سأقولها لك لكي تستفيد من التطبيق. طبعا هنا نقوم بإدخال تاريخ الميلاد الخاص بنا، سأضع كمثال تاريخ ميلاد عشوائي، ثم ننقر على Next. وهنا صديقي تم إضافة 10 نقاط هي أمامكم في الحساب الخاص بنا. طبعا إذا فعلنا خانة الربح عن طريق قفل الشاشة سيعطينا 10 نقاط، نقوم بالنقر هكذا، انظر معي، وسيتم إضافة 20 نقطة هي أمامكم، يعني تم إضافتها في الحساب. طبعا بالنسبة لخانة اللوكيشن نقوم بالنقر على شير لوكيشن وسيعطيك 5 نقاط وفي الحساب الخاص بك. طبعا انا سانقل دونت شير ماي لوكيشن وساعود اليه فيما بعد. طبعا هنا بالنسبه للحصول على رقم هاتف امريكي ساشارككم تطبيق يمكنكم من الحصول على رقم، يمكنكم استعماله في هذا التطبيق لان هذا التطبيق لا يقبل اي رقم هاتف امريكي وانما رقم هاتف من تطبيق جروف اي بي. نقوم بالتوجه الى تطبيق جروف اي بي واريكم كيفيه الحصول على رقم الهاتف. نقوم بالخروج من التطبيق والتوجه لتطبيق جروف اي بي الذي امامكم. اذا فتحت التطبيق ستظهر معك خانه جيت ستارتد، تقوم بالنقر عليها. سيحولك لواجهة لإنشاء حساب خاص بك. طبعا تقوم بإدخال الإيميل ثم كلمة السر وتنقر على سيناب. بعد النقر على سيناب سيحولك لواجهة أخرى. في الواجهة تلك ستقوم طبعا بإدخال كود كابتشا فيه مثلا 8 مع 1 أو 7 مع 1، تقوم بجمعهم كمثال 8 مع 1 يساوي 9، تقوم بكتابة 9 وصديقي تقوم فيما بعد بكتابة الاريا كود، تقوم بكتابة 470 في خانة الاريا كود وستظهر معك كلمة شون phone numbers. show phone numbers أي إظهار أرقام الهواتف. ستظهر معك قائمة في أرقام الهواتف، تقوم باختيار رقم هاتف الذي تريده ثم سيتم إضافته كما تشاهدون هكذا. سيظهر معك رقم هاتف هنا في الحساب الخاص بك. إذا ماذا تفعل؟ تقوم بأخذ رقم الهاتف هو أمامكم، نقوم بعمل كوبي له وتقوم بكتابته هنا. طبعا أنت سيكون لديك رقم هاتف مختلف صديقي، ثم تنقر على text me. طبعا أصدقائي بعد النقر على كلمة text me هنا سيقوم بإرسال إلينا رابط في الحساب الخاص بنا. نقوم بالعودة إلى تطبيق جروف اي بي هنا وسيأتينا رسالة، ننتظر. إذا كما شاهدنا أصدقائي وصلتنا الرسالة، وأعتذر عن البطء في الإنترنت هي أمامكم. طبعا أنت ستصلك رسالة هكذا، تقوم بالنقر على الرابط هو أمامكم هكذا وسيقوم بالفتح مباشرة في التطبيق. انظر معي أصبح لدينا 45 نقطة في الحساب الخاص بنا. هنا صديقي سيتم تفعيل الحساب الخاص بك بنجاح، وأعتذر مرة أخرى عن البطء في الإنترنت. ننقر على next ثم next ثم next و later. انظر معي صديقي العزيز وسيحولك مباشرة إلى واجهة التطبيق. انظر لدينا 45 نقطة. طبعا هنا ستقوم بالنقر على خانة complete profile. طبعا عندما تقوم بإكمال البروفايل الخاص بك كمثال ستقوم بإدخال رقم الهاتف يعطيك نقاط، وتقوم كذلك بإدخال الاسم الخاص بك هنا، وتقوم كذلك بإدخال الجندر أي رجل المرأة يعطيك نقاط، وكذلك تنقر على هذه بقية الخانات. انظر معي يمكنني إكمالها. سأقوم بالنقر على enter your email، نقوم هنا بإدخال الإيميل الخاص بك صديقي، تقوم بإدخال الإيميل، ستأتيك رسالة كذلك عبر الإيميل، تقوم بالنقر عليها وسيقوم بالفتح في التطبيق ويعطيك 10 نقاط. كذلك تقوم بالنقر على enable location، ننقر على allow، انظر معي autorize، وصديقي اعطانا النقاط بنجاح. طبعا كما تشاهدون يعني تم اضافة النقاط في الحساب الخاص بنا بنجاح. طبعا كما تشاهدون اصبح لدينا 65 نقطة. بالنسبة لطريقة الاشتغال في التطبيق سهلة جدا اصدقائي، فقبل المرور اليها اتمنى منكم دعمنا بلايك وتقدير مجهودي لانني اشارككم طريقة صادقة وموثوقة. نقوم بالتوجه الى خانة earn هي امامكم وانظر معي. بالنسبة لاكمالك البروفايل ستتحصل على نقاط، لكن لا يهمنا البروفايل، المفيد اننا سنستفيد عبر قفل الشاشة في الهاتف، كذلك دعوة اصدقائنا ومشاهدة الفيديوهات.
أول شيء هو خانة Watch Video. ننقر عليها. هنا صديقي ستظهر معك بعض الفيديوهات عندما تنقر على Searching for Videos. هنا ستظهر معك خانة الفيديوهات سيتم إشعارك بها عندما تظهر معك. إذن بالنسبة لاثنين فيديوهات تشاهدهم تتحصل على واحد نقطة. انظر معي. طبعا أنت في لأول مرة عند دخولك للتطبيق لن تظهر معك إلا القليل من الفيديوهات، لكن ستظهر معك الفيديوهات هنا، وسأشارككم طريقتي في الفيديو القادم لكيفية إظهار الفيديوهات. بالنسبة للخانة الأهم في التطبيق وهي اللوك سكرين أو قفل الشاشة. طبعا يوميا انظر معي يعطيك 10 نقاط. طبعا أنا قمت بتجميع 10 نقاط لأنني فعلت طبعا خانة الربح عبر قفل الشاشة. طبعا هنا ماذا تفعل؟ تنقر على Manage Favorites. هنا عند النقر على Manage Favorites انظر معي ستقوم باختيار التطبيقات التي تستعملها أنت، يعني أكثر تطبيقات تقوم بفتحها لكي تظهر معك قفل الشاشة فيها عندما تقوم بإغلاق الهاتف. انظر معي كمثال اخترت بعض التطبيقات التي أمامكم هكذا، ثم تنقر على Save. بعد النقر على Save سيقوم باختيار التطبيقات التي ستظهر فيها اللوك سكرين أو قفل الشاشة. طبعا أنت يوميا ستحصل 10 نقاط بدون أن تفعل أي شيء ودون أي جهد، ستحصل النقاط بطريقة سهلة. إذن كمشاهدين أصدقائي هذه هي يعني الخانة الثانية للربح من التطبيق والأساسية عبر لوك سكرين أو قفل الشاشة. وثالث شيء هي طبعا دعوة الأصدقاء. عندما تقوم بدعوة صديق لك انظر معي صديق العزيز، هنا نقوم بالنقر على Refer a Friends. طبعا سيمكنك من أن تربح 25 نقطة. تقوم بمشاركة الرابط الخاص بك الذي أمامك في مواقع التواصل الاجتماعي وستتحصل على يعني 25 نقطة. أنت إذا أدخلت الكود الخاص بي، سأضع لكم الكود الخاص بي وستتحصل على 25 نقطة. بالنسبة لي أنا سأتحصل على 25 نقطة، لكن إذا تسجلت أنت، ولكن سأتحصل عليها بعد 25 طبعا عذرا بعد 10 أيام سيتم إضافتها في الحساب الخاص بي. طبعا كما تشاهدون أصدقائي تطبيق جميل جدا وسهل هو أمامكم، يعني يمكنكم الاستفادة منه. وهنا يمكنك مشاهدة النقاط التي جمعتها في خانة الفيدز. هنا ستجد النقاط، يعني قمت بإدخال الاسم الخاص بي حصلت 5 نقاط، كذلك رقم الهاتف 10 نقاط، كذلك اللوكيشن يعني المنطقة التي أسكن فيها هي 20 نقطة وليس 5 نقاط، وكذلك يعني عندما تقوم بالتسجيل لأول مرة يعطيك 20 نقطة. وكما تشاهدون تطبيق جميل جدا تستفيد عبر اللوك سكرين. طبعا كما تشاهدون قلت لكم يعني سابقا بالتوجه لخانة اللوك سكرين، هنا تقوم باختيار رقم الهواتف أو يمكنك تغيير التطبيقات. طبعا هنا يمكنكم تغيير التطبيقات التي تستعملونها لكي تظهر معكم خانة اللوك سكرين. اخر شيء في التطبيق وهي خانة سحب الارباح. نقوم بالتوجه لخانة الريديم التي امامكم، ان تقوم بالنقر على الريديم هنا. طبعا سيقوم بتحويلك لخانة سحب الارباح. هنا صديقي ستجد ان هنالك بطاقة جوجل بلاي بقيمة 10 دولار و25 دولار. كمثال نقر على جوجل بلاي 25 دولار، هنا يطلب منك 2500 نقطة فقط، يعني ستحصل الكثير من البطاقات صديقي عزيز عبر هذا التطبيق الصادق وموثوق. هنا عندما تصل الحد الادنى صديقي من النقاط تقوم بالنقر على الريديم وسيتم ارسال بطاقة اليك في غضون من 3 إلى 7 أيام. اذا اصدقائي وصلنا هذا الفيديو، أتمنى أن أعجبكم وأتمنى منكم جميعا أن تدعمونا بلايك. ولا أترككم في ذمة الله وإلى اللقاء في فيديوهات جديدة من مدرسة الأرباح.